قال مراسل تلفزيون سوريا أن 3 طلاب ومعلمة أصيبوا من جراء قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام استهدف مدرسة في بلدة آفس شرقي إدلب. وأضاف مراسلون أن فرق الإنقاذ توجهت إلى المدرسة وأسعفت المصابين إلى المشافي، مشيرا إلى وجود إصابات خطيرة. وفي السياق ذاته قال الدفاع المدني قال إن هجمات النظام المتواصلة على شمال غربي سوريا خلال تشرين الثاني الماضي أدت إلى مقتل 15 مدنيا بينهم 8 أطفال وامرأتان، كما أدت إلى جرح نحو 60 آخرين. هاي أنسي هون، أنسي أشو اسمه؟ أنا رانم حميد. عاملك؟ أصيب 4 من عمال محطات تكرير الوقود في قرية ترحين شرقي حلب، حالة أحدهم حرجة جدا من جراء انفجار في إحدى المحرقات أدى إلى اندلاع حريق كبير فيها. هذا وقال الدفاع المدني أنه انفجرا خزانان آخران يحويان مادة المازوت بالقرب من الحراقة، الأمر الذي أدى إلى احتراق 10 خزانات أخرى بينها 3 تحوي مادة البنزين. وأشار الدفاع المدني إلى أن فرقه سارعت إلى مكان الحادثة وقامت بالإجراءات اللازمة من نقل المصابين وإخماد الحريق. قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 221 حالة اعتقال تعسفي، بينها 19 طفلا و14 سيدة قد تم توثيقها في سوريا خلال التشرين الثاني الماضي. وأشارت الشبكة إلى أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عملية المداهمة، وغالبا ما تكون قوات الأمن تابعة للأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسية هي المسؤولة عن عملية الاعتقال بعيدا عن السلطة القضائية. هذا ويتعرض المعتقل للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله ويحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه. أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوما يجيز دفع بدائل الخدمة العسكرية الاحتياطية لمن بلغوا سن 40 عاما ولم يلتحقوا بعد. وبحسب نص المرسوم مشاهدينا الذي نشرته وكالة أنباء النظام سانا، فإن البديل النقدي قدر ب$4,800 أو ما يعادله بالعملة السورية. وأضاف المرسوم أنه يحق لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ سن 40 عاما وما زال يؤدي الخدمة دفع البدل النقدي المذكور على أن يتم حسمه أو خصمه مبلغ $200 أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف. أعلن وزير التربية في حكومة النظام عامر مرديني فتح باب الاستقالة للمعلمين والمدرسين بشرط قضائهم في الخدمة 30 عاما فما فوق وتأمين البديل. وأضاف بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام أن تلك الاستقالات لن تؤثر على العملية التربوية. تأتي هذه الخطوة مشاهدين على خلفية ازدياد حالات الاستقالة في صفوف موظفي القطاع العام، وذلك بسبب ضعف الرواتب التي لم تعد تكفي الموظف معيشة يوم واحد. سجلت 10 مدارس في محافظة حمص ما يقارب 350 حالة يشتبه بإصابتها بمرض الجنف. وبحسب موقع أثر براس الموالي فإنه تم اكتشاف الإصابات بعد إطلاق مشروع المسح المدرسي لمرض الجنف الذي أجري في 10 مدارس بالمحافظة شمل طلاب الصف 7 من الذكور والإناث. وقال مدير المشروع ونائب عميد كلية العلوم الصحية للشؤون العلمية بجامعة البعث الدكتور صلاح غازي قال إن مرض الجنف هو تقوس جانبي للعمود الفقري ويأتي عادة بالنمو عند الأطفال قبل البلوغ وخلاله مباشرة. إذا مشاهدينا ختام نشرة أحوال حلقة اليوم، أما الآن فإلى ملفات الليلة ونبدأها بعجز مراكز البريد التركية عن تحمل ضغط استلام موظف الشمال السوري لرواتبهم بسبب قلتها.